عندنا هذه أوبيل أوميغا فيها موتور إسانس دوبل أربكة، يعني استغلت فرصة بدلنا لها غيرنا لها محرك، استغلت فرصة باش نحل عشان ونشوف الميزبوان ونعطيكم فكرة عليه، باش على الأقل المحرك هذا موجود في عدة سيارات أوبيل وفي السيارات الدايووز. توا عندنا الشان هذه هاو منحي الكاش، طبعا لازم ننحي الكاش هذه اللي هو يغطي على الشان، نحيناه حضرناه وعندنا يعني فيها ريبارات، هي الشان اللي اسمه البينونات فيهم ريبارات والكاش نتاعها فيه ريبارات، ويعني سهله مش صعيبه. ندوروا المحرك نحاول باش نجيبوا الريبير على مكانها. عندنا يا سيدي عندنا هنا ثلاثة ريبارات، كل هذه ساعة. أولا المحرك دوبل أربكة، هذه تسمى دوبل أربكة، نعطيهم فكرة عليه من فوق. هذه دوبل أربكة بوجياته في الوسط، موجود في الأوبيل فيكترا في الأوميغا في يعني عدة سيارات، في برشا سيارات موجود المحرك هذا، في الدايووز هذا كيف كيف موجود. عنده هو انجكسيون 4 سلندر دوبل أربكة، موجود في التيغرا زاد. عندنا هنا بالنسبه للريبارات عندنا الشان تتكون من زوز بينونات، مكان يعني يقولوا لي علاش تقول شان ديستريبيسيون نقول كروا ديستريبيسيون، هي كروا ديستريبيسيون واحنا بالعاميه ديما نقولوا فيها شان، انا ما بحبش، هي كروا ديستريبيسيون. فيها عندنا دو بينيون هنا، عندنا دو توندور هنا الفوق تحت، هذوما زوز دي توندور فيكس، وعندنا توندور موبيل لوطا اللي هو هذا اللي هذا توندور موبيل اللي هذا باش تكبس منه الشان، وعندها البومبو، عندها بولي فيلبروكان او الفيلبروكان من لوطا طبعا. هذه عندنا هنا بومبي سيستي، وعندنا هنا الترناتور. طيب باش ناخذ فكره على الميز بوان. الميز بوان هو عندنا دو بينيون هنا، عندنا شلطتين هما هنا دو ريبير، هذه ريبير وهذه ريبير، وعندنا ريبير في البولي هنا، ريبير هنا وريبير هنا موجوده، وهنا عندنا دو ريبير يقابلوا مع بعضهم في البينيونات، شفتوهم؟ هذا بالنسبة لل دو ريبير هنا، بحيث يعني الميزبوان نتاعها ساهل ويعني وسامبل ياسر. وانا ريبير هنا وريبير هنا ودو ريبير هنا يقابلوا بعض، شفتوهم؟ ننسى في الذكر، مال في مال، سهلين. يعني هنا هذا شأننا في الميزبوان الفوق، ما عندناش حاجة كبيرة. ولوطا عندنا بولي في البركان، هذه بولي في البركان هذه فيها ريبير زاد. اللي في البركان فيها ريبير اللي هو هذا، فما شلطه هنا هذه، واللي في البركان فما شلطه هنا وفما مسمار هذه، هاي شلطوها شلطه. وانا حرك هيكل شو هيك بالشلطه، هيك الشلطه رجع هيك، هذه الريبير مع المسمار، سهله العمليه سامبل ياسر، شفتوها يعني. ومن هنا بعد الشن تطلع من هنا على اليمين، يميني انا ونصور، تطلع من هنا على اليمين تمشي التوندر هذا، تكع التوندر هذا وترجع على البينيون، ومن بعد ترجع على البينيون هذه وترجع على يساري هنا، تجي على التوندر هذا زوج توندرات فيكس، وتجي هنا تمشي على البومبو، ومن بعد تجي هنا التوندر اللي هو توندر الريغلابل هذا، الريغلابل هذا وحده فيه يعني ريغلاج اوتوماتيك، يعني كي تسيبه يرجع وحده وانت تزيد تشوف ريغلاج حسب ما تحب انت. وعندنا كما قلت لكم هنا بولي فيها ريبير وهنا فيها ريبير، يعني العملية مش صعيبة برشا. هذا محرك دوبل أربكة موجود في قلت لكم في عدة سيارات في الأوبيل وفي الدايو، يعني فيه هنا ديبيمتر، هنا فيه ديبيمتر، فيه هنا كور بابيون ستارتر، فيها ستارتر اوتوماتيك بالهواء كور بابيون، فيها كاتر انجكتير، كاتر انجكتير، فيها كاتر بوجي، فيها كاتر بوجي. وطبعا نزيد نوريه لكم وهو مفرك، عندنا موتور مفرك نزيد نوريكم فيه اكثر. وريتكم انا الموتور هذاك راكب وكل شيء،
طب باش نوريكم الكامات كي وقت ابن مسبوع محطوط الكامات وين لازمهم يكونوا. شفتوا هنا كامة هذه تكون هابطه اللي هي الرابعه الكاتريام يكونوا بالانسمون يعني في الديبي. هذه هابطه وهذه هابطه مقابلين بعضهم في دوبل ابراكام كان يعني كان كعبه يعني في النورمال تجي كعبه هذه وكعبه هذه. شفتوها في النورمال مثلا تجي كعبه هذه وكعبه هذه او كعبه هذه وكعبه هذه في النورمال يعني كان هكاك. تو هنا في الدوبل ابراكام يجوا زوز كامات مقابلين بعضهم زوز كامات لوط مش يجي من سبوا مش يجي من سبوا مقدم صحيح. اذا بالنسبه اللي ما عندوش ريبارات ديما في الديبي دانجكسيون في الديبي دا كومبريسيون في الديبي كومبريسيون يعني في الديبي نتاع الكاما بومور هذيك. والبيستون نتاعها يبدا اولا كي باش تدور الكامات لان كان باش تدور الكامات الموتور مش باش يدور لان البيستون طالع على الفوق. اذا كان انت ما تحاولش باش تدور باش تدور تقوى عليه ممكن تعاول السبابات اذا كان هذا عمل حاجه. ولهذا اذا كان الشان من ناحيه ديما دور المحرك لين ينزلوا الاربع بيستونات زي بعض يعني فومور الاربعه زي بعضهم. وقتها تنجم تدور الاربع كام وانت مرتاح لان ما عادش يمس السباب ما عادش يمس لان كان يوصل يمس السباب وتتقوى عليه تعوج السبابات تولي مشكله اخرى. ولهذا نحطوا الفيربوكان نتاعنا البيستون نتاعنا لوطا ندور الفيربوكان نحط البيستون نتاعنا لوطا ونعملوا السبوان نتاعنا نتاع الشان ومن بعد بشوي بشوي نرجعوا المسبوان نتاع البولي هذه. هذا في حاله ما عندكش شان راكبه. اما كي تبدا شان راكبه من الاحسن نحط الريبارات نتاع اصحاح في مكانهم ونحط الريبار نتاع الفيربوكان في مكانها صحيحه ومن بعد نحي نتاع الكروا الشان هذيك نحيها ونبدلها وانا مرتاح يعني من غير ما نقعد يعني نعسك نعوج سباب ولا حاجه. هكا واذا كان هو مثلا الشان منحي وكذا هو عندك لو ريبير نتاع الابراكام من تالي وعندك لو ريبير نتاع البولي من قدام وعندك ريبير نتاع الفيبوكان وعندك كعبه بوجي. كي تحب تعمل كعبه بوجي كيف كيف تنجم تعمل تورنيفيس في كعبه بوجي او اي حاجه كما هكاك وتنجم تعمل الاسبوع نتاعك ما في حد شيء. اعطيتكم فكره على الشان هذه مثلا بالنسبه للوبيل تلقى البومبويل راكبه ديريكت في في الفلتر نتاع الزيت. بومبويل تو هذه راكبه ورا البولي نتاع الموتور هذه فيها فلتر الزيت بومبويل راكبه ديريكت والكاسكاس يمشي حتى للكارتير مولوت اللي هو الصفاي اللي باش يجيب الزيت. يعني فما سيارات البومبويل تبدا في وسط الكارتير وفما سيارات البومبويل تبدا في الخشم من هنا. فلوبيل تو عاملينهم في الخشم هنا هذه كلها بومبويل مغطيه بالكاش كلها بومبويل هذه تحت الغطاء هذه يخرج منها الفيتر وفيها المانو وفيها كل شيء. هذا مو هذوما اللي زاربراكام اللي ما يعرفش الاربراكام هذوما الاربراكام اسمها اربراكام هذه اربراكام وهذا اربراكام هذه يسموهم دوبل اربراكام. وهذوما اللي مكان الشمعات اللي بوجي اربع بوجيات هذوما هنا مكان هذا مكان الكولكتر ادميسيون اللي هو يسبيري الهواء باش يدخل معها ليسونس كولكتر ادميسيون وهذا كولكتر ايشابمون. هذا كولكتر ايشابمون بالنسبه لي هذا المحرك من الخلف مكان هذا مكان الفرون موتور ومكان الديمارور. هذا فيبروكان انت ليبان فما موديل اللي موتورات يركبوا بالطول تلقى فيها رومو هنا تاع بريز ديريكت. هذا بخيط الكارتير باش تربط عليه البوات كارتير الالمنيوم تربط عليه البوات. هذه بعض حاجات وريتها لكم اللي تجي قدامي نوريها لكم باش تستفيدوا منها. هذا يشوف الكابتير نتاع الاربراكام وين جاي. الكابتير جاي ما بين الاربراكامات الزوز هنا اما يركب في الاربراكام على جنب اللي هو في الاربراكام هذا يركب في الاربراكام على جنب. هذا هي الكابتير نتاع فوقاني نتاع الابراكام. الكابتير الاخر نتاع نتاع لاليماج والكابتير نتاع السيبور نتاع لاليماج يجي ورا هذا اللي هو الكابتير هذا هذا الكابتير